مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من ساحة مصر في محافظة بورسعيد، واستقبال أحد أكبر السفن السياحية وأجملها على مستوى العالم، واللي بترسو حاليا في ميناء بورسعيد السياحي زي ما حضراتكم شايفين. يعني هي تقريبا برج متحرك يسير في المياه، موجود هنا على رصيف الميناء في محافظة بورسعيد. كمان يعني مشاهد رائعة هنا في ساحة مصر، الأجانب اللي موجودين على الساحة وهم بأعمار مختلفة هنا في محافظة بورسعيد، من الشباب والفتيات وكبار السن اللي موجودين هنا في هذه السفينة، واللي كانوا على متن هذه السفينة هنا في محافظة بورسعيد. لو استعرضنا مع حضراتكم تفاصيل هذه السفينة، هي على متنها 1250 بحار و 1900 راكب من جنسيات مختلفة. السفينة كمان بترفع علم بهامس وتحمل اسم ريلانت ليدي، ودي يعني من أجمل السفن السياحية على مستوى العالم. طبعا استعدادات خاصة قامت بها محافظة بورسعيد لاستقبال هذه السفينة الرائعة هنا في المحافظة، من طبعا شرطة السياحة والشرطة وأمن المواني وكمان الجهات التنفيذية اللي موجودة هنا في محافظة بورسعيد، حتى أن اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد قام بزيارة هذه السفينة وتفقدها والتقى بطاقم السفينة واستمع لي شرح حول برنامج الزيارة وعدد الجنسيات والركاب الموجودين على هذه السفينة والترتيبات اللي تم اتخاذها من هيئة قناة السويس لتوفير كافة سبل الراحة لرواد السفينة السياحية، موجها بمواصلة توفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد. كمان خلال جولته التفقدية بالسفينة تبادل المحافظ الدروع مع قبطان السفينة لتوطيد العلاقات بين بورسعيد بشكل خاص ومصر بشكل عام والجانب الأجنبي. طبعا ده في إطار استقبال ميناء بورسعيد للعديد من السفن السياحية هنا في محافظة بورسعيد، ويعني استمرارا لحالة الانتعاش اللي بيشهدها رصيف الميناء السياحي في محافظة بورسعيد. يمكن حضراتكم شايفين عدد كبير من الأجانب السياح بيستمتعوا بالتواجد داخل ساحة مصر، إحدى الأماكن السياحية وتمثال أم الدنيا اللي بيستقبل كل السفن السياحية، تمثال مصر أم الدنيا الموجود في ساحة مصر هنا في محافظة بورسعيد. الجنسيات زي ما حضراتكم شايفين بتتفقد هذا المكان السياحي هنا في محافظة بورسعيد، عدد كبير من السياح يتوافدون هنا على الأماكن السياحية والأماكن الترفيهية في محافظة بورسعيد. دي حديقة ساحة مصر الموجودة، واللي طبعا تشهد أو شهدت تطوير خلال الأعوام القليلة الماضية، زي ما حضراتكم شايفين يعني إقبال كبير هنا من السياح على ساحة مصر، في حالة كمان يعني يمكن حالة ما شفناهاش من فترة بعيدة لتوافد هذا العدد الكبير من السياح وتجولهم داخل شوارع وميادين محافظة بورسعيد. ما زال الركاب هنا بينزلوا من على السفينة في ميناء بورسعيد السياحي وبيتجولوا في شوارع بورسعيد وبيتخذوا الصور التذكارية هنا في المحافظة. زي
زي ما حضراتكم شايفين كمان أعمال التطوير الموجودة هنا في ساحة مصر، والأعمدة الديكورية والكراسي اللي مبنية على شكل جمالي رائع هنا في محافظة بورسعيد وبتستقبل كل السياح. مشاهد رائعة كمان، السياح بيتخذوا الصور التذكارية أمام المركب ومع تمثال مصر أم الدنيا في ساحة مصر هنا في محافظة بورسعيد. مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، هتغادر هذه السفينة غدا بإذن الله من رصيف الميناء السياحي في محافظة بورسعيد، هنكون معاكم في كل التفاصيل الخاصة بهذه السفينة هنا في محافظة بورسعيد. بنشكر حضراتكم على هذه المتابعة، كان معكم محمد عزام مراسل اليوم السابع بمحافظة بورسعيد.